سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا في احسن الاحوال، ومعكم كيف العاده صاحبتكم وحبيبتكم ربيعه الحسنويه في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله البنات جبت لكم هذه المحبه الخطيره بالفلفل الاحمر الحار السودانيه، والفلفل الاسود اللي هو الابزار، جلب ومحبه ديال الجواده البنات. يدخلوا فيها هذه المحبه، يخدموها لكم ويوقفوا معاكم الجواد. وامينه البنات ما تخافوش منها، بزاف ديال الجواد اللي تيكونوا في هذه الخدمه هذه، بحال عيشه السودانيه، عيشه الدغوريه، ميره الحارتيه، السايح، بودربالة، مالكه، الحاجه مالكه، يعني غزاله غزاله غزاله. تبعوها حتى الاخير هذه الوصفه وعتشوفوا بعينكم، عتخليه بحال مجنون بعد ما تطبقي الوصفه. ديريها لزوجك، ديريها للحبيب ديالك، الخطيب، الطليق، سواء قريب ولا بعيد ولا عنيد، غدا تحمقيه عليك وترجعيه خاضع وندمان ودليل. وبلا ما نطول عليكم البنات، طريقه سهله وبسيطه، غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. تتاخذوا البنات البزار، وتتاخذوا السودانيه، السودانيه والبزار، تتاخذوا الحبات على حساب العدد ديال الحروف اللي في الاسم ديال الشخص اللي غديروا ليه الوصفه. مفهوم عليا البنات؟ البزار اللي هو الفلفل الاسود حبوب، عتاخذوا العدد. مثلا الحبيب ديالك ولا الزوج ديالك الاسم ديالو فيه 4 ديال الحروف، عتاخذي 4 الحبات ديال البزار، وعتاخذي 4 الحبات ديال السودانيه. كان فيه 3 الحروف، عتاخذي 3 حبات بزار و3 سودانيه. الحروف اللي كيتنطقوا البنات غير الاسم ديالو، اللي في الاسم ديالو ماشي في الاسم ديال الام. مفهوم البنات؟ تتاخذوا مثلا سميتو، لكان سميتو علي، عتاخذوا 2 حبات. كان سميتو حسن، عتاخذوا 3 الحبات. مفهوم البنات؟ عطيتكم على مثال بحال السودانيه بحال البزار، نفس بجوجهم عتاخذوا العدد ديال اسم الشخص. مثلا ناخذوا هنا 3 ديال الحبات بزار، وناخذوا 3 سودانيه، يعني اسم الشخص فيه 3 الحروف. عندنا اول حاجه تنديروها شنو هي البنات، تناخذوا هاد السودانيه هذه وتنكتبوا فيها هاد الكتابه، تتاخذوا قلم. بالنسبه للسودانيه البنات او الفلفل الاحمر اليابس ولا الخضر اللي عندكم، اللي متوفر خدموا به، ماشي ضروري يكون يابس، واخا يكون خضر ديروا به هاد الخدمه هذه، المهم انه يكون حار ويكون احمر. تتكتبوا البنات هاد الكتابه، تتكتبوها في السودانيه بقلم عادي، تتكتبوا حرقوا وجرجروا فلان ولد فلانه بمحبتي، لما كفاتكمش البنات قلبوا الجهه الاخرى، بمحبتي الهياجه. صافي البنات، هادشي اللي كتكتبوا في السودانيات ديالكم على حساب العدد ديال الحروف اللي في اسم الشخص، الزوج ولا الحبيب. عاد تكتبوا مثلا حنا عندنا هنا 3 الحروف، ناخذوا 3 الفلفلات ونكتبوا فيهم هاد الكتابه، حرقوا وجرجروا فلان ولد فلانه بمحبتي الهياجه. صافي هادشي اللي تنكتبوا. وتناخذوا هاد البزار هذا وتنديروه تحت لساننا، تاخذوا البزار ديروه تحت لسانكم، العدد ديال الحبات يكون على حساب عدد اسم الشخص، غديروه تحت لسانكم. وقبل ما ديروا البنات هادشي كامل اللي وريتكم، غتكونوا مشعلين المجمر ديالكم، تكونوا موجدين المجمر ديالكم، ومسندينو بالفاخر، واخا غير مجمر صغير غديروا فيه الجمر وتخليوه يشعل، تيكون شاعل ومجدينو. وتتبداو كل حبه كتبتوها، يعني هاد الحبات هادو كاملين غتكونوا كاتبينهم، وكل حبه غترميوها بوحدها، كل حبه غترميوها في المجمر بوحدها. ملي غترميوها البنات، مثلا غنديروا هاد الحبه في المجمر،
نقراو عليها، والحبات البزار تحت لساننا طبعا هنكونوا دايرينهم تحت لساننا، غنرميو الحبه ديالنا في المجمر وغنقراو عليها هاد القرايه، غنرميو السودانيه وغنقولوا خرجت لي امراه وقالت لي رحالك بكاني يا هاد الوليه، قلت ليها عافاك الى ما كلمي ليا عايشه الحمدوشيه وصاحبتها الضغوغيه السودانيه، يرميو شباك الحب على فلان ولد فلانه ويجرجروه وعند حجري عاد يضحكوه، قالوا لي ما تخافيش راه واقفه معانا ميره الحارتيه مولات المضمه الذهبيه ومالكه عشيره الاماره وعايشه البحريه القاطع الواد بالريحية، والحاجة مالكة الخارجة من القصر بروايحها الروحانية، معانا السايح بودربالة اللي راكب عودة برية، دابا غير مسحي دموعك يا هاد الولية، راه فلان ولد فلانة جاي جاي لعندك باكي على حبك هاد العشية، غير حرقي السودانية وقولي بالنية يا الملوك جرجرو فلان ولد فلانة ليا. هذه هي القرايه البنات، غنخليها لكم في صندوق الوصف باش تقراوها بالطريقه الصحيحه ديالها، كل حبه غنديروها في المجمر غنقراو عليها هذه القرايه مره واحده، يعني الا كانوا عندنا اربعه الحروف في الاسم ديال الشخص غنديروا اربعه السودانيات، وكل وحده غنقراو عليها القرايه مره، ما نحرقوهمش كاملين في دقه البنات، غنحرقوا بالوحده بالوحده، كل وحده رميناها في المجمر نكملوا القرايه ونتسناو الدخان ديالها يحبس عاد نرميو الحبه الثانيه ونقراو عليها ونتسناو الدخان ديالها يحبس عاد نرميو الحبه الثالثه، كان اسم الشخص فيه سته الحروف ولا خمسه ولا شحال ما كان شحال ما غديروا ديال السودانيات وتحرقوا كل وحده وتقراو عليها القرايه مره واحده، والحبات ديال البزار يكونوا تحت لسانكم حتى هما على حسب عدد اسم الشخص ماشي الام ديالو غير اسم الشخص، والسودانيات خلاص راه غتكونوا كاتبين فيهم الكتابه اللي قلت لكم غتكتبوا فيهم حرقوا وجرجروا فلان ولد فلانه بمحبتي الهياجه، تكونوا كاتبينها في السودانيه سواء خضراء يعني ما يابساش ولا يابسه اللي عندكم. هاد الوصفه البنات ديروها ملي تكونوا على طهاره، هاد الوصفه تتبغي الطهاره ضروري، وبالنسبه للتوقيت ديروها من بعد الاذان ديال الظهر، يعني ما بين الظهر والمغرب في العشيه، العشيه كامله يمكن لكم ديروا فيها الوصفه، ما ديروهاش في الصباح وما ديروهاش في الليل. صافي البنات هذه هي الوصفه، جلب قوي محبه غزاله 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 وامنه البنات، ما تخافوش منها وخفيها الخدام ديال الجواد ما تخافوش منها البنات غزاله وتتنجح، فقط ديروها من قلبكم وبالنيه طبعا، خدموها البنات من قلبكم، الا ما كانتش النيه في قلبكم واليقين بلا ما تطبقوا الوصفه، مفهوم عليا البنات؟ ضروري النيه وضروري اليقين، وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو، تنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايكات، ونسيت البنات ما قلت ليكمش بالنسبه للبزار ملي تساليو حتى تساليو السودانيات وتاخذوا البزار اللي فمكم وعترميوه في المجمر يتحرق حتى هو يتحرق حتى الاخير البنات، وعترميو الحبات كاملين اللي فمكم وعترميوهم في المجمر. صافي البنات وهذا ما كان، وتنحمق عليكم كاملين البنات القدام والبنات الجداد، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.